موناكو الفرنسي، ريال سوسيداد الإسباني، دور أوروبا الأوروبي، المجموعة الجولة الخامسة. وإن شاء الله مباراة كانت قوية، مباراة كانت في القمة، يعني مباراة نقولوا كانت في القمة، مباراة اللي تلعبت على جزيئات، يعني رغم أن تضيع فرص خاصة في الشوط الثاني، وين نقولوا الشوط الأول، وإن شاء الله ثلاث أهداف، هدفين لموناكو الفرنسي، ريال سوسيداد هدف في الشوط الأول، الشوط الثاني إن شاء الله تضيع فرص، تسرع من جانب اللاعبين، إن شاء الله كيفاش كيفن اللي سجل الهدف الأول لصالح موناكو الفرنسي في الدقيقة 28، يوسف فوفانا، وين أضاف الهدف الثاني بعد ما الإسكندر الذي عدل النتيجة من جانب ريال سوسيداد الإسباني في الدقيقة 35 يوسف فوفانا وين يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 38. شأنه كيفاش انتهى الشوط الأول من جانب لصالح موناكو، الشوط الثاني كان تاع فرص ضائعة، فرص كثيرة لإسكندر نوبل في الحراسة، يعني وين لعبوا الدور، وين الحراس اليوم تاع موناكو الإسكندر اللي لعب دور كبير، وين خاصة ماتيو رايان كذلك وين لعب دور كبير، الحراس اللي لعبوا دور كبير في هذه المباراة، بينوش ناك كايوش ناو جبريل سي دي بي، يعني شنا ماريبان، شنا إسكندر جيان، شنا سفيان ديوب، يوسف فوفانا، ويسام بن يدرا، كيفن، يعني فولاند، يعني وين نقولوا باللي وين جانب شأنه كيفاش ريال سوسيداد اللي دخل ماثيو في الحراسة، جوسيب اللي دخل اللي خرج مباشرة في الشوط الثاني، أرتيس، شنا روبن، شنا أيان، شنا مارتين، مايكل، عدنان، بونوزي، شنا دافيد سيلفا، مايكل، شنا إسكندر إسكا، يعني وين نقولوا باللي أندريا كذلك اللي دخل في الشوط الثاني، يعني مباراة اللي كانت نقولوا بلي مباراة في القمة، مباراة اللي تلعبت على جزيئات صغار، يعني وين موناكو الفرنسي، ريال سوسيداد الإسباني، يعني مباراة اللي تبقى من مباريات على نقولوا حنايا موناكو ريال سوسيداد، يبقى المستوى تاعها رافع فانيك من شنا، وين الشوط الثاني وين انحصر اللعب في الشوط في وسط الميدان، وين انحصر اللعب في وسط الميدان، يعني نقولوا بلي المباراه هذه اللي تلعبت على جزيئات، وان شاء الله موناكو اللي دخل بخطه ربع 3-4-3، ان شاء الله كيفاش ريال سوسيداد اللي لعب بخطه يعني خطه 4-4-2. هذه هي الجوله الخامسه، موناكو الفرنسي، ريال سوسيداد الاسباني، الدور الاوروبي.